هروح اعمل هناك انشطه هندسيه وكيماويه؟ لا طبعا. رحت عملت طبعا غزل ونسيج، لان هي كل المدينه بفرحها بحالهم كلهم شغالين في كده بكل مراحلها بقى. ممكن يعمل تطريز، ممكن يعمل جوارب، ممكن يعمل ملابس قطنيه، ممكن يعمل منسوجات، يعني بكل الـ يعني البنود اللي بهذه الصناعه كلها انها تتعمل. طيب اجي مثلا على محافظه زي محافظه البحر الاحمر، ما حددتش نشاط في محافظه البحر الاحمر، لان انا ايه، المحافظه بطبيعتها محافظه سياحيه وليست محافظه صناعيه، وانا عايزه الناس تتجه شويه ان انا لو حصل اي حاجه ان يبقى عنده يبقى صاحب صناعه. ففتحت بكل الصناعات، عندك هندسي افتح، عندك كيماوي افتح، ولكن مع مراعاه بعض الاشتراطات في اماكن المجمع. يعني مش هيفتح واحد صناعات غذائيه اروح انا فاتحه المصنع اللي جنبه صناعات كيماويه، لا، في تقسيم برضو احنا بنحرص عليه على اساس ان احنا نتلافى الاشتراطات دي. فده اللي الدوله عملته، بنتيح طبعا تمويل مؤثر سواء من البنوك، في مبادره البنك المركزي مشروعات صغيره ومتوسطه بتدي 5%، وهناك برضو تمويل متاح من جهه تنميه المشروعات بنفس النسبه وبشروط بسيطه جدا. ده بشكل عام المشروعات الصغيره والمتوسطه واهتمام الدوله فيها.